أهلا بكل الناس اللي بتشوفني في فيديو جديد مع تيكو تيوب. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة طبعا تاني يوم بعد نتيجة الهجرة. امبارح كانت نتيجة الهجرة، طبعا كان في ضغط كتير على الموقع بتاع الهجرة، فعشان كده ناس كتير كانت بتحاول تشوف النتيجة وما كانتش عارفة. النهاردة الفيديو ده انا عامله عشان الناس اللي ما حالفهاش الحظ واتقبلت النهاردة. انا بعمل الفيديو ده لاني اتحطيت في الموقف ده اكتر من 5 6 مرات والله. يعني انا حاولت اقدم، كنت كل سنة اقدم واللي بعديها اترفض واترفض واترفض، بس انا عامل الفيديو ده عشان حاسس بالناس اللي الموضوع ما ظبطش معاها المرة دي، لاني انا كنت كل مرة اترفض فيها كان طبعا بيجي لي احباط وما ببقاش عاوز اعمل اي حاجه. استفدت ايه من الموضوع؟ انا كنت كل مره اجيب، كل مره يعني بفقد الامل وبقول انا مش هقدم تاني خلاص، انا ماليش حظ، وكده كده مش هسافر، وموضوع ولا له اي لازمه. لا يا جماعه، اللي انا عاوز اقوله معلش، معلش المره دي ما نفعتش، والمره اللي فاتت ما نفعتش، بس خلي عندك أمل يعني في ربنا وفي نصيبك. كل واحد بيبقى ليه نصيبه حاجة ربنا كاتبها له. ده أنا يعني ده عن تجربتي الشخصية. أنا واحد من الناس كنت بحلم بموضوع الهجرة ده من وأنا عندي 16 سنة. وصلت أمريكا وأنا عندي 24 سنة، يعني بتاع 8 سنين بعديها حلمي اتحقق. ده كان بالنسبة لي حلم، يعني لو ده حلم ناس من اللي بتشوفني يعني. فانت لو حلمك ان انت تسافر سيبها على ربنا وافضل قدم، يعني دون جيف اب. مش كل مرة تقول مثلا لا خلاص مش هتجيلي، ان شاء الله المرة الجاية هتجيلك. فخلي عندك امل في ربنا وقدم تاني، وان شاء الله ربنا يوفقك وتكسب وتيجي. تاني حاجة عاوز اقولها، كل واحد يعني، انا اخر مرة اترفضت فيها فضلت ادور على شغل ونزلت، وكانت العملية صعبة طبعا انا عارف، بس عشت حياتي عادي وحاولت اتعلم كل حاجة وفضلت اتعلم انجليزي وعاوز اتعلم كل حاجة على امل ان انا هسافر في يوم من الايام. امتى معرفش بس هسافر. فانت خلي عندك امل في ربنا وامل في حلمك وخليك متمسك بيه ان انت في يوم من الايام هيتحقق. امتى ما نعرفش، بس خليك حاول قدم وبقى جرب برضو، اعمل فيزا سياحة، فيزا دراسة، الكلام ده كله. بقول مبروك للناس اللي نجحت، وبقول للناس اللي ما اتقبلتش معلش مرة تانية ان شاء الله. بس حبيت اقول لكم ما تزعلوش، وان شاء الله ربنا يعوضها المرة الجاية. يا ريت كل الناس اللي اتقبلت او الناس اللي عندها مشكلة في الدخول على الموقع يبعتولي وانا هحاول اساعدهم. يلا مبروك وجود لك للناس اللي لسه ما عرفوش النتيجة. يلا مع السلامة.